والصلاة والسلام على سيدنا الأطباق كتاب الأضواء عن الفصل الخامس عشر فتح السوس من كتابنا كتاب الأضواء صفحة 47 و 48. ملخص سريع كده لأحداث الفصل. النصح يوليان عقبة بتأجيل فتح بلاد الأندلس وفتح السوس الأقصى والسوس الأدنى. طبعا اقتنع عقبة بنصيحة ملك طنجة وأمر جيشه بالتوجه إلى السوس الأدنى. علم أهل السوس الأدنى بقدوم عقبة وجيش إليهم، وفي طريق وجد مدينة وليلة، وهي طبعا رفضوا وصمموا على قتال وكانوا من الكسر بحيث لا يتوقعون الهزيمة أبدا. أمر عقبة باقتحام المدينة، وسرعان ما هجم عليه المسلمون واشتبكوا مع البربر في معركة استمرت بضع ساعات. فر البربر مهزومين وقد غنم منهم عقبة مغانم كثيرة. بعد ذلك اتجه إلى السوس الأقصى، ولم يكن سير عقبة والجيش الإسلامي مفاجأة لهم لأنهم علموا بما حدث في السوس الأدنى. كان استعداد أهل السوس الأقصى لملاقات جيش عقبة استعدادا كبيرا سواء في العدد أو الاعتاد. حشدوا حشودهم أمام أسوار المدينة واستعانوا بكل القبائل المجاورة. أذاقهم عقبة فيها أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم. كان المسلمون أسرع منهم إلى المدينة فملأوا شوارعها بخيولهم واستولوا عليه. أسفرت المعارك اللي أدارها عقبة بعبقرية حربية، أسفرت عن سقوط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين. 47 بيقول تخير الصواب لما يلي مما بين القوسين: مدينة تسمى اليوم قصر فرعون، وليلة ولا طنجة ولا فاس ولا تهودة. طبعا مدينة وليلة. حقق عقبة انتصارا ساحقا على أهل تيهارت أدنى، السوس الأدنى، قلعة تهودة، طبعا السوس الأدنى. عندما وصل عقبة إلى مشارف مدينة وليلة انسحب منها، حاصرها، قاتلها، دعاهم إلى الإسلام. طبعا دعاهم إلى الإسلام. انتصر عقبة بن نافع انتصارا ساحقا على البربر في السوس الأوسط، الأدنى، الأقصى، الثانية والثالثة، طبعا الأدنى والأقصى. من العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. عقبة بكلام يوليان واتجه إلى الأندلس، طبعا العبارة خطأ، إلى السوس الأقصى والأدنى. استجاب أهل وليلة لنداء عقبة، طبعا العبارة خطأ. بعد هزيمة أهل السوس الأدنى خارج مدينتهم حاولوا التحصن بداخلها، طبعا العبارة صحيحة. نجح عقبة في فتح السوس الأدنى والسوس الأقصى. ثلاثة، حدد مما يلي: مدينة تقع غرب فاس الشمال وتسمى قصر فرعون، طبعا مدينة وليلة. هزمهم عقبة هزيمة ساحقة وغنم منهم مغانم كثيرة. السوس الأدنى، خاضوا معركة مع المسلمين ذاقوا فيها أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم. السوس السوس الأقصى. أربعة، كان فتح السوس نتيجة نصيحة يوليان الغماري ملك طنجة. كان أهل السوس الأقصى مستعدين بالعدد والعتاد. ترتب على انتصارات عقبة في السوس الأدنى والسوس الأقصى سقوط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين. 48 بيقول ما موقف عقبة من نصيحة ملك طنجة بالنسبة لفتح الأندلس؟ طبعا فكر عقبة في كلام يوليان واقتنع بنصيحته وأجل فتح الأندلس وأمر جيشه بالتوجه إلى السوس الأدنى. اسم المدينة التي وصل إليها المسلمون وهم في طريقهم إلى السوس الأدنى طبعا هي مدينة مدينة وليلة. وطبعا موضعها إن هي بنقول عليها قصر فرعون اليوم ببلاد المغرب، أو بتقع على مدينة فاس وتسمى قصر فرعون اليوم بالمغرب. كيف كان رد أهل مدينة وليلة على الدعوة للدعوة للإسلام؟ طبعا رفضوا الدخول في الإسلام. كيف استعد أهل السوس الأقصى لملاقات المسلمين؟ طبعا هنقول السوس استعد أهل السوس الأقصى، كان استعدادهم كبير سواء في العدد أو الاعتاد. حشدوا حشودهم أمام أسوار المدينة واستعانوا بكل القبائل المجاورة. النتيجة أن أذاقهم عقبة أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم،
وأسفرت عن المعارك اللي أدار عقبة عن سقوط وسط المغرب الأقصى وجنوبه في أيدي المسلمين. القلة المؤمنة تستطيع بقوة إيمانها أن تنتصر على الكسرة، دل على ذلك مما حدث لأهل مدينة وليلة، أو كان أهل وليلة مخدوعين بكسرة فمتى حدث لهم. طبعا إن هم كانوا مغرورون، أو اغتر أهل وليلة بالعدد والعتاد، وظن أنهم يستطيعون أن يثبتوا أمام المسلمين، واحتشدوا خارج أسوار المدينة، ولكن المسلمون كانوا أسرع منهم إلى المدينة ومنعوا شوارعها بخيولهم واستولوا عليها وأذاقوهم أسوأ هزيمة في تاريخ حروبهم. طبعا انتصار المسلمين في المعارك ليس بالعدد والعتاد، ولكن بالثقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قومي نقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول جيش مكون من العرب والبربر كان في المعركة، والدان للمرة الثانية، الزاب ولا السوس الأقصى ولا السوس السوس الأدنى؟ والدان للمرة الثانية. كلف معاوية بن أبي سفيان عقبة بمواصلة الفتوحات وفتح بلاد إفريقيا، نادى في على البربر بالجهاد، فتجمع لديه جيش كبير فيها البربر بجانب المسلمين في الجيش الإسلامي. طبعا هنا هنقول بقى والدان للمرة الثانية. كان عقبة يفكر بعد دخول طنجة في التوجه إلى الأندلس تهارة السوس الأقصى السوس الأدنى، طبعا إلى الأندلس. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. اختار عقبة تهارة لتكون مقر للجيش وسماها القيروان، طبعا خطأ. طبعا اختار هنقول تهارة ونحط مكانها قمونية. رقم اثنين، لم يكن دخول أهل والدان الإسلام أول فتح لها إلا تظاهرا ورياء، نعم، بدليل أنهم ارتدوا وعادوا عن الإسلام عودة عمرو بن العاص إلى ولاية إلى ولاية مصر. المهمة التي كان عقبة يقوم بها خلال إقامته في برقة، داعية إسلامي ينشر الإسلام واللغة العربية. لماذا ظن ملك فزان أن عقبة سينزل به أشد العقاب؟ لأنه ارتكب ثلاث جرائم في حق المسلمين. أول حاجة أنه منع إرسال ضريبة الدفاع التي فرضها عليهم المسلمون، نقض عهده مع المسلمين، ثلاثة جند أهل قبيلته لمحاربة المسلمين. تطبيقات على الفصل السادس عشر من قصة عقبة بن نافع، كاهن الجبال وراس، من كتابنا كتاب الأضواء صفحة 52 و53. ملخص سريع لأحداث الفصل. بينما كان عقبة يفكر في فتوحات جديدة يعني بها شأن الإسلام، كان أعداء الله يدبرون لعقبة المكائد، وعلى رأس هؤلاء الأعداء كاهنة جبال أوراس. قالت كاهنة جبال أوراس أنهم لن يقدروا على محاربة جيش المسلمين، لأنه هزم جميع القبائل وأخضعها لحكمه، وليس أمامهم إلا حيلة واحدة للقضاء عليه. هذه الحيلة التي دبرتها كاهنة جبال أوراس ونفذها أبنائها الثلاثة، أن يذهب أبنائها وأعوانهم إلى الطرق التي صار فيها الجيش العربي ويردموا الآبار، حتى إذا ما عاد عقبة هذه الطرق لا يجدون ماء فيموتون عطشا. هذه المكيدة لم تحقق الهدف المشهود منها، لأن عقبة عاد بجيش من طريق آخر رغم أنه لم يعلم بهذه المكيدة، وعودة عقبة من طريق آخر بتدبير من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن عقبة يعلم الخديعة. عقبة بجيشه وهو في طبنة ظن أن البربر قد لجأوا إلى الاستسلام ولم يعد فيهم من يحب الحرب، أذن لمعظم جيش بالعودة إلى القيروان وأبقى معه 300 مقاتل. كتاب الأضواء صفحة 52. بخير صواب لما يلي مما بين القوسين. أسندت الكاهنة مهمة ردم الأبار لكبار القادة، حراسها، أولادها، حلفائها، طبعا لأولادها الثلاثة. تحقق مكيدة كاهنة جبال أوراس هدفا منشود، لأن أتباع الكاهنة رفضوا تنفيذها. عقبة عاد من طريق آخر، عقبة علم بالمكيدة، عقبة استشهد، طبعا عقبة عاد من طريق آخر. أذن عقبة لجيش بالعودة إلى القيروان وأبقى معه 600 ولا 300 ولا 400 ولا 500 مقاتل، 300 مقاتل. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. كان الهدف من ردم الأبار أن يموت أهل أوراس من العطش، طبعا خطأ، والمقصود بها الجيش الإسلامي. عقبة 500 مقاتل معه، أذن معظم جيش بالعودة إلى القيروان، طبعا خطأ، هو أبقى معه 300 مقاتل. أذن عقبة لمعظم جيش بالعودة للقيروان وتركه
نعم استطاع عقبة السيطرة على جبال أوراس ونشر الإسلام بها، طبعا عبارة خطأ. ثالث حدد مما يلي، رقم ألف أدركت أنه لا طاقة لهم بمحاربة المسلمين، طبعا كاهنة جبال أوراس كان يفكر في فتوحات جديدة يعلي بها شأن الإسلام، عقبة ابن نافع. إحدى مدن الجزائر التي تقع غرب جبال أوراس مدينة طبنة، طبنة خرجوا مع عدد من أعوانهم لردم الآبار التي في طريق عقبة أولاد كاهنة جبال أوراس الثلاثة. رقم أربعة عبارتين التاليتين، عندما وصل عقبة إلى مدينة طبنة ظن أن البربر مالوا إلى الاستسلام ولم يعد لديهم الرغبة في قتال المسلمين، أذن عقبة لمعظم جيش بالعودة إلى القيروان إلا 300 مقاتل. رابع صفحة 53، ما الحيلة التي دبرتها الكاهنة للقضاء على الجيش الإسلامي؟ أن يذهب أبناؤها وأعوانهم إلى الطرق التي صار فيها الجيش العربي ويردموا الآبار حتى إذا ما عاد عقبة وجيش من نفس هذه الطرق لا يجدون ماء فيموتون عطشا. قام مقاتلا أبقاها عقبة معه بعدما وصل إلى مدينة طبنة 300 مقاتل، ذهب الباقون إلى مدينة القيروان. كيف نفذت حيلة كاهنة جبال أوراس؟ ذهب أبناء الكاهنة الثلاثة وأعوانهم وردموا الأبار التي كانت في طريق جيش المسلمين. لماذا دبرت الكاهنة مكيدا القضاء على الجيش الإسلامي؟ لأنها علمت أنهم لن يقدروا على محاربة جيش المسلمين لأنه هزم جميع القبائل وأخضعها لحكمه وليس أمامهم إلا حيلة واحدة للقضاء على المسلمين. لم تحقق مكيدة الكاهنة هدفها لأن عقبة عاد بجيش من طريق آخر رغم أنه لم يعلم بهذه المكيدة. دلل على ثقة عقبة باستسلام البربر ووضح تصرفه أو تصرف عقبة نتيجة لهذه الثقة. طبعا ثقة استسلام عقبة بالبربر أنه هو وجد البربر في حالة هدوء أنه لم يعد لديهم الطاقة لمحاربة المسلمين. نتيجة التصرف أذن لمعظم جيشه بالعودة إلى مدينة القيروان. عقبة لمعظم جيشه بالعودة إلى القيروان من شمال جبال أوراس لأنه ظن أن البربر قد لجوا إلى الاستسلام ولم يعد فيهم من يحب الحرب. تدريب تراكمي، تغيرت وجهة نظر عقبة من الأندلس إلى السوس بسبب كلام يوليان مشاوراته لضباطه بعد المسافة أوامر الخليفة، طبعا كلام يوليان. دخل الإسلام أهل البلاد التي مر عليها عقبة بعد فتحه طنجة، أدنة، دواتا، تيهارت. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. أخذ عقبة من ملك ودان نفس الضريبة التي فرضها بسر بن أرطاع من قبل. نعم عاد عقبة بجيش من طريق آخر ليتحاشى مكيدة كاهنة جبال أوراس، طبعا خطأ. عودة عقبة من طريق آخر بتدبير من الله سبحانه وتعالى ولم يكن يعلم عقبة ما كانت تدبره الكاهنة. ما المدة التي استبعد فيها عقبة من الجهاد؟ 7 سنوات. بما امتازت الكلمة التي ألقاها عقبة في جنود قبل معركة المصير؟ ألقى فيهم كلمة مشرقة بنور العقيدة والإيمان، وضح لهم فيها أن انتصار المسلمين في جميع المعارك التي خاضوها لم يكن بكثرة العدد والعتاد وإنما بالثقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو أعجاب، شارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله.